الناس في الولايه الشماليه ديل ما عندهم جر الكلام، ادنا خيارات. اي والله هاي بقول لك نحن صرنا من الشماليه، من الشماليه ما قالوا جابوا لهم استاذه ايوه تقرين انجليزي البنات. آه بعدين قامت قالت لي كلمه تقول لنا قول لنا بالانجليزي. في موجهه جاي ما تحرجني معاه، تزالي يجاوب بالانجليزي، يسمك بالانجليزي. واحده من الشماليه هني جابها جديده قلمها وقع، وقالنا التكورك تيتشي فبالانجليزي تيتشي عيني لي تيتشي. اتلفتت قالت لها مالك، واحده من قلاطك المقصوفات سرقت البنصل اللي لي. الله يبارك فيك. ها اخت العروس ولا منين؟ لا لا بتعرف اسمي فاطمة عبد الله. فاطمة عبد الله مصنع اسمنت عبر عرباء. انا شو سنة كم؟ لا لا ما عارفة، ما عارفة. بيجاي يا اخوان السلام عليكم. الحمد لله اتعرف عليك. مواهب ادريس. منو؟ مواهب ادريس. مواهب مصنع اسمنت عبر عرباء. شو سنة كم؟ 42. 42 متأكدة ولا شاف فاشف؟ لا متأكدة والله. تبقي للعروس؟ لا لا غريبة، انا من كسلة. من كسلة والله ما شاء الله نحن من حي، لأنه التوب جديد قلنا يمكن قريبة العريس مرقة التوب الجديد. ناس ما قصر. السلام عليكم. مرحب. الله يديك العافية. الله يخليك. نعرف عليك هاشم الطاير الحاج. هاشم الطاير الحاج إن شاء الله من العطبرة. من عطبرة الأساسين. أساسين أيوة. طيب التاريخ ده ما يجلي منك جايجة؟ ما بجلي. مصنع اسمنت عطبرة تاريخ التأسيس 1947. 1947 يس. متأكد جدا؟ والله والله. جاي جاي انت هنا أهل العروس؟ أنا ود خالتها. خالتها طوالي طوالي. طيب بس الزول فيكم كان فاز بالدعاء الجائزة للعروس اللي بشيله برا ولا وضع كده؟ لا عروس دي هديتها برا. يجيب الراجل. أيوة هاي ويتو شيلوا حقوكم. والله ما هي وينو فيهم عمدة؟ هاي حباب هاي حباب حباب سلام أزيحوا لي وحباب حباب عمي. الله بارك الله يكرمك. زي كده أتعرف عليك. خليفة الحسين العبيد. خليفة الحسين العبيد من ناس عطبرة. من ناس عطبرة وهذا البلد دي وناس الداخلة دي إن شاء الله. ما شاء الله. سؤالنا سؤالنا متى أنشئ أو تأسس مصنع أسمنت عطبرة؟ ب 47 46 في الحدود دي. ما بين 47 46 1947. ايوه ايوه. طيب انا ناخذ اجابه نتمناك معانا من اللهم امين ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. هذا رجاوي منو انت نتعرف؟ رغية مصطفى. رغية مصطفى ايوه اخت العروس. ما شاء الله يا دوب لقينا اخت العروس. 1947 1947 خلاص ناخذ اجابه نج حمنا ده جاي. ما شاء الله ابو العروس. حبابك حبابك الله يتولاك. الحمد لله الله يحفظك بارك الله فيك. الف مبروك يا الف مبروك. ان شاء الله ربنا يسعدهم. امين. بديك لهم الصحه. امين امين. يفرحك ويشوف جديد وجديد لنا. امين امين جمعا. الله يبارك فيك. نتعرف عليك منو؟ مصطفى ابو ضوء عبد الغني. مصطفى ابو ضوء عبد الغني. من هاي الدخله القديمه. الدخله القديمه هاي عطبره. عطبره أيوة. احنا بنحيي. انت مواليد عطبره هنا؟ مواليد عطبره. عطبره الداخله. الداخله أيوة. سؤالنا عن مصنع الاسمنتي. ايوه. عندكم ما شاء الله مصنع اسمنتيكم قوي. يا سلام. والله قالوا مره مره واحد ايوه سكاو كلب ايوه يجر في الطوبه الطوبه ماسك اسمنتي عطبره ايوه حربت ما تقوم معه ابد. يناتل فيها كده يناتل فيها لما انزل قال الناس هيك الله ناس الحيلة دين أيوة. يربطوا الطوي فيك والكريم. أيوة أسمنتي ما شاء الله مجية 100%. اتأسس سنة كم؟ 48. 1900 48. 48 أيوة. إن شاء الله نتمناك معانا من الفائزين يا اللهم آمين. عشان أجازي تشيلة الدعال للعروس. آمين. الله يديك العافية. ربنا يديك الصحة والعافية. الله يسلمك. مرحبا بكم. ما زلنا متواصلين من مدينة عطبرة. ترحاب واستقبال وحفاوة أهلنا في عطبرة. كنت معانا من وين؟ مرحب. هاشم الطاهر الحاج. هاشم الطاهر الحاج اسم مجية ذاته مليان قدر المصنع. ما شاء الله. سألنا عن مصنع اسمنت عطبرة التأسيس والإجابة الصحيحة أخواننا 1947 جواب أخونا هاشم مش؟ أيوة إجابته إجابة صحيحة وحيوه يا أخوانا. الله أكبر. وشايف معك زوجتك؟ في زوجتي مواهب من كسلة ودي والدتها حاجة نفيسة الطيب عبد الغني. حاجة نفيسة مرحبا بك. الله يبارك. انت داخل الشراكة ولا جاي؟ والله ساكت بشجع. بشجع؟ ما سمعنا زغريتها. ما سمعنا ايه؟ ما بقى انا مرة حاجة ما بزغريتها. ما بزغريتها. لا حاجة. خلاص انت ما دام حاجة الجايزة دي كان جيت طلعت كبيرة اللي ديك في حاجة. بس خلاص شكرا لكم. عيني له ساي حمري له ابوه بجيبه. الله يديك العافية. نحن بنبارك لك وانت فزت معانا وجايزتك قبيل كان ممكن نديك لها حاجة يعني ليك براك لكن طلعت محاصر
بالأسرة كاملة هاي يعني وزارة الدفاع وزارة الداخلية الناس كلها موجودة. ها؟ فيها والدة فيها زوجها كلها جاهزة مشتركة مشتركة خلاص. نحن نقوم نديك حاجة حاجة للبيت يعني الوالدة ساهم فيها والزوجة ساهم فيها. كلام جميل. أنت عندك حاجة محددة ولا نحن نديك بخيار؟ والله أنا أخليك أنت وزوجك. أنا وزوجي؟ أيوه. يعني كان مركز طشت شعورك شنو؟ كعب كعب ها؟ أنا كثير أي خمسة هاشم. يا سلام. احنا يا ندي غساله لانه حاجه حقت هي ما قلت حاجه انا احنا نديك الغساله زغرتت لامك دي نديك الغساله. احنا عندنا تلفزيون وعندنا غساله. احنا شو قلنا نشوف حوجه الاسره اللي شنو غساله الغساله 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 الله يبارك فيك. كل يوم عم يتيكم ينصر دينكم ينصر دينكم ينصر دينكم. مبروك لك. الله يبارك فيك. الله يخليك. بارك الله فيك. معكم مناسبة والشعب السوداني الشعب بتاع مناسبات وافراح واجتماعيات. قدر ما الناس تلموا في الخير الخير بيزيد ان شاء الله. بارك الله فيك. ربنا يديك العافية. الله يخليك. بارك الله فيك. وللمدام التحية. ربنا يديك العافية. شكرا لكم شكرا لكم. الله يخليكم ويوفقكم التوفيق الكامل يا الله.